رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، وهنبتديها بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي اللي نشرت صوره لمهاجم الفريق وليد ازارو ومعاها تهنئه بالعام الجديد، وكتبت نتمنى لكل جمهورنا حول العالم عام جديد سعيد مليء بالانجازات ومزيد من الانتصارات والبطولات معاكم. كمان كتب استاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر، عام جديد سعيد عليكم، رزقكم الله في الصحه والسعاده وابعد عنكم كل شرور. كمان نشرت رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي صوره ليها على الفيسبوك وكتبت كل عام وانتم بخير، عام جديد سعيد. كتب كمان عمرو السوليه لاعب الاهلي على تويتر، كل عام وانتم بخير وسنه سعيده على الجميع. كتب محمد هاني لاعب الاهلي على تويتر، كانوا 365 يوم ستر وفضل وصحه ولطف ونعم كتير من رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. ناصر ماهر كمان لاعب النادي الاهلي نشر صوره على تويتر وعلق عليها وكتب اول دعوه في 2019، اللهم عاما دون ذنب او حزن او فراق او حرمان او كسره او فشل او شماته او صدمه، اللهم عاما يرضيك فيرضينا وبكاء من كتر الفرحه يغرق عينينا. كل سنه وانتم طيبين جميعا وبخير دايما. كمان نشرت الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره على تويتر تهنئه بالعام الجديد، وكتبت الاتحاد المصري لكره القدم بيهني جمهور الكره المصريه بالعام الجديد، كل عام وانتم بخير. كمان نشر عمرو طارق المحترف نيويورك ريد بولز الامريكي صوره على تويتر من الحرم المكي وكتب احساس ختام سنه 2018 وبدايه عام 2019 في مكان سحري زي ده، الحمد لله على العام الماضي. كمان كتب علي غزال لاعب المنتخب الوطني على تويتر، اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما هو ات، كل عام وانتم بخير. نشر كمان صلاح نجم ليفربول الانجليزي صوره على الانستغرام وكتب 2019. لوفرن لاعب ليفربول نشر على الانستغرام سكرين شوت من كونفرزيشن طريفه ما بينه وبين محمد صلاح على الواتساب بيهنيه بالسنه الجديده، وسال محمد صلاح انا بس بعت لك كل سنه وانت طيب عشان اسالك عن ميعاد التمرين بكره، هل هو الساعه 3:30؟ علق ليفرين على الصوره وكتب هل عندكم صديق زي ده؟ لو عندك اعمل له تاج وانا هعمل تاج لصديقي مو صلاح. كمان نشر تشامبرلين لاعب ليفربول صوره على الانستغرام لابرز لحظات 2018 وكتب عام من الصعود والهبوط ولكن ندخل العام الجديد بكل الايجابيه تجاه ما ينتظرنا، شكرا على دعمكم. كمان جو جوميز لاعب ريتس نشر صوره ليه على الانستغرام وكتب ممتن لكل نعمه ودرس في هذا العام، سنه جديده سعيده وشكرا لدعمكم. نشر كمان الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانجليزي صوره على تويتر وكتب كان عام 2018 عام مع بعض الذكريات المدهشه والخاصه، دعونا نجعل 2019 افضل عام جديد سعيد للجميع. كمان ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي نشر صوره على تويتر مع ابنه كتب افضل سنه في حياتي انتهت، اتمنى ليكم جميعا 2019 يكون عام مملوء بالصحه وبالسعاده. أوناي أمري مدرب أرسنال الإنجليزي نشر صورة لملعب الإمارات على تويتر وكتب نتطلع العام الجديد لنجعله أفضل من 2018، شيء خاص أن نحتفل ببداية عام 2019 معكم نحن أرسنال، سنة جديدة سعيدة. لوكا مودريتش كمان لاعب ريال مدريد الاسباني نشر صوره على تويتر مع الجوائز اللي حصل عليها في 2018، اكيد كان ابرزها افضل لاعب في العالم وافضل لاعب في اوروبا وكتب يا له من عام. كمان لوكاس فاسكس لاعب ريال مدريد نشر صوره على تويتر ومع الصوره دي طبعا معاه اسرته فيها وكتب 2019 سعيده. نشر كمان ماركو اسانسيو لاعب ريال مدريد صوره على تويتر وكتب اتمنى لكم سنه جديده سعيده مليانه سعاده وصحه. نشر اندري سيلفا لاعب اشبيليا صوره لي في باريس سان جيرمان او في باريس عفوا على تويتر وكتب سنه جديده سعيده. برضو ودي كانت اهم طبعا الحاجات اللي حصلت على السوشيال ميديا سواء محليا او عالميا، ودلوقتي نطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي.